قصة تسمعها للمرة الأولى، لماذا رفض إسماعيل ياسين انضمام عادل إمام إلى فرقته؟ الضاحك الباكي هي ليست مجرد صفة نستطيع أن نطلقها على من يتمتع بأي منهما، لكنهما صفتان شكلا مشوار حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين. فالمتتبع لحياة نجم الكوميديا الذي ملأ العالم ضحكا وشاهد أفلامه أجيالا عديدة نشأ عليها، يجد أنه كان يعاني في حياته بداية من نشأته ثم محاولة دخوله الوسط الفني، وبعد سنوات من النجاح والازدهار لم يلبث القدر أن يتركه يستمتع بما حققه، وكأن صفة البكاء والحزن ينبغي أن تلازمه ليتعرض لأزمات تسببت في أن تقلب حياته رأسا على عقب. وعن الفترة الأخيرة من حياة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، فقد كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن أنه بدأ يعاني الأفول الجماهيري في منتصف الستينات، لافتا إلى أنه حتى رحيله لم يستطع أن يعود مجددا لصدارة المشهد بعد أن كانت شركات الإنتاج تلهث وراءه للحصول على توقيعه بالموافقة على الأفلام، صارت تدير ظهرها له، حتى إنه اضطر لأن يكتب خطابا مفتوحا لوزير الثقافة يشكو فيه المسؤولين عن مؤسسة السينما المصرية ويتهمهم بالتواطؤ ضده بحساب آخرين. وأضاف الشناوي في تصريحات صحفية له أن إسماعيل ياسين لم يستجب لنصيحة الكاتب الكبير أبو السعود الإبياري توأمه الفني وشريكه في الفرقة المسرحية عندما طلب منه أن يمنح أدواراً لعدد من نجوم الكوميديا الجدد الذين بدأ نجمهم يلمع مع مطلع الستينات مثل عادل إمام وسعيد صالح وسمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد وغيرهم، موضحاً أن إسماعيل اعتبرهم أعداء له لا يمكن أن يسمح لهم بالتواجد في فرقته واستغلال مظلته الجماهيرية لكي يستحوذوا أيضاً على جمهوره. وتابع الشناوي: إسماعيل ياسين أعتقد أنه قادر على إقامة حائط صد يحتمي وراءه ليظل هو صاحب الضحكة الوحيدة التي تعرف الطريق لمشاعر الناس، بينما وسائل استقبال الجمهور تغيرت، لافتاً إلى أن عادل إمام الذي كان يحرص في كل أفلامه ومسلسلاته الأخيرة على تقديم نجوم الكوميديا الجدد لم يعتبرهم أبداً أعداء يطمعون في ميراثه الفني، بل وجد فيهم فرصة لتأكيد زعامته، فقدم هنيدي وعلاء وآدم وأشرف ومكي وغيرهم.